الرئيس عبد الفتاح السيسي يغادر البرتغال ويؤكد خلال محاضرة بالأكاديمية العسكرية العليا في لشبونة الإرهاب ليس داعش فقط ويجب مواجهة كل الجماعات المتطرفة. وإلغاء إعدام ومؤبد مرسي و21 من أعوانه في التخابر. والجنايات تمنع حبيب العدلي و12 آخرين من مغادرة منازلهم. ورئيس الوزراء يكلف محافظ أسوان بعقد لقاءات متتالية مع أهالي النوبة لاحتواء غضبهم. ولمواجهة ركود الحركة وعدم الإقبال، مصر للطيران تبدأ خدمة التذاكر بالتقسيط بالتعاون مع البنك الأهلي. ومحافظة القاهرة تبلغ المرور بالتعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض. مساء الخير، برحب بحضراتكم معانا يوم جديد من الحياة. اليوم هنتابع مع حضراتكم حالا أهم الأخبار، لكن بالنسبة لفقرتنا الرئيسية وضيوفنا النهاردة إن شاء الله، الفقرة الأولى هتشرفنا فيها مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والفقرة الثانية هيكون معانا فيها مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. بالنسبة لأخبارنا هنبتدي بمتابعة فعاليات الزيارة الرسمية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي في البرتغال، واللي انتهت من ساعات بزيارة لمقر شركة أجمة للصناعات الجوية، وتوجه بعدها لمطار لشبونة وغادر البرتغال متوجها لغينيا الاستوائية للمشاركة في القمة الإفريقية العربية. خلال فعاليات الزيارة النهاردة الرئيس ألقى محاضرة في الأكاديمية العسكرية العليا في لشبونة، واتكلم على أن سقوط الدولة الوطنية في بعض دول المنطقة سمح بخروج جماعات متطرفة، وأكد الرئيس أنه لا يمكن أبدا أن نحصر المواجهة الأمنية والفكرية مع داعش فقط، لكن يجب مجابهة كل الجماعات المتطرفة. كلام الرئيس جه في رده على أسئلة العسكريين البرتغاليين بالأكاديمية العسكرية العليا، واتكلم كمان على الوضع في ليبيا، وقال أن الوضع معقد بشكل كبير لكن مش بنفس المستوى في دول تانية، وقال أن موقف مصر واضح في الموضوع ده، وأنه الهدف الحفاظ على الدولة الليبية والحفاظ على الجيش الوطني الليبي. اتكلم كمان الرئيس أن مصر شهدت تطور كبير خلال السنتين اللي فاتوا، وان الاتحاق في البلد ما هوش فقط وليد قدره الجيش واجهزه الدوله، لكن على العكس تماما، المصريين كلهم عندهم وعي حقيقي بالحفاظ على دولتهم الوطنيه والاستقرار فيها. ووجه التحيه للشعب المصري، وقال ان كل التحيه والتقدير من هنا للشعب المصري، لانه اساس الحفاظ على استقرار بلاده، بدليل انه تقبل قرارات الاصلاح الاقتصادي الصعبه الاخيره، و واجه ده لأنه مؤمن بأهمية الحفاظ على بلده. كمان النهاردة الرئيس عقد لقاء مع عدد محدود من كبار رجال الأعمال البرتغاليين المعنيين بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، زي ما كنا بنتابع وبنقول امبارح أن المحور الاقتصادي والتعاون الاقتصادي ما بين البلدين حاضر في هذه الزيارة، زي التنسيق في المواقف السياسية ومكافحة الإرهاب. نتابع مع حضراتكم جزء من كلمة الرئيس النهاردة أو محاضرته في الأكاديمية العسكرية العليا بلشبونة. خاضت مصر ولا تزال هذه المعركة الشرسة ليس فقط دفاعا عن نفسها، وإنما صوتا للاستقرار الإقليمي وحماية لمقدرات شعوب المنطقة بأسرها، التي لا يخفى ارتباط أمنها باستتباب الأمن والسلم الدوليين. وأؤكد لكم في هذا السياق أن مصر تدرك جيدا المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الشرق الأوسط. استقدم نموذجا لدولة تتماسك مؤسساتها دفاعا عن مبدأ الدولة الوطنية ذاته في محيط إقليمي شديد الاضطراب، تسوده محاولات متكررة لهدم بنية الدولة وتفكيكها، والسماح بتمدد تنظيمات وميليشيات تدعي سلطة التحكم في المجتمعات
دون تفويض أو شرعية، وتنفيذا لمخططات سياسية أو إيديولوجية بعيدة كل البعد عن تحقيق مصلحة شعوب المنطقة في التقدم والرقي. المنظمات التي تتخذ من الدين الإسلامي ستارا زائفا لعملها، فرغم تنوع أسمائها وتوزيع الأدوار الظاهري بين أجنحتها، فلا يوجد فارق جوهري في الأفكار التي يؤمنون بها، حيث تتخذ من ذات المرجعيات الفكرية المتطرفة منهجا لعملها وإطارا لنظرياتها التي إلى مجتمعاتها والعالم، وكذا لخطابها ورسائلها الإعلامية القائمة على الإقصاء والعداء ونبذ الآخر وتكفير المجتمع، وهي جميعها مفاهيم مشوهة تتنافى مع روح الدين الإسلامي الحنيف ورسالته الحضارية السمحة التي تنبذ الانعزال والتطرف والعنف، وتدعو إلى التسامح والتعارف وقبول الآخر، بل وترحب بالاختلاف باعتباره رصيدا إنسانيا هاما يسهم في صقل الخبرات والتوصل إلى المفاهيم الصحيحة التي تتقبلها الطبيعة والفطرة الإنسانية. النهاردة المحاكم شهدت عدد من القضايا الهامة، واللي كان من أبرزها محكمة النقض اللي قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي و21 آخرين في قضية التخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة بالنسبة لهم. أما محكمة جنوب القاهرة قررت تأجيل الجلسة 11 في محاكمة 67 متهم في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، من بينهم 51 متهم محبوسين على ذمة القضية، تم التأجيل ل 29 نوفمبر لسماع الشهود مع تغريم 4 من شهود الإثبات 1000 جنيه. كمان عندنا محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل نظر جلسة محاكمة حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين في قضية فساد الداخلية، ووجهت لهم تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة من دون وجه حق. تقرر التأجيل لجلسة 13 ديسمبر المقبل لسماع شهود النفي اللي تمسك الدفاع بمناقشتهم، وتقرر كمان استمرار التحفظ على أموال المتهمين وعدم مغادرة منازلهم، و النيابة العامة تم تكليفها باستماع أو باستدعاء باقي الشهود. النهاردة كان في لقاء جمع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بعدد من نواب البرلمان. يعني هنحاول نفهم مع حضراتكم طبيعة هذا اللقاء وإيه اللي دار فيه أهم المواضيع، وطبعا يمكن القضية المطروحة دلوقتي على الساحة وشغلة الرأي العام قضية المواطن مجدي مكين، وإيه اللي بيحصل من قبل وزارة الداخلية في مسألة التحقيق في إذا كان تعرض للتعذيب من عدمه. معنا على التليفون سيادة النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. برحب بحضرتك معنا يا سياده النائب، مساء الخير يا فندم. اهلا استاذ لبنى. اهلا وسهلا. الحمد لله يا استاذ اسام. سياده النائب، على طول كده حصل ايه في الاجتماع؟ اول اجتماع كان امبارح مش النهارده. تمام، شكرا على التوضيح وتصحيح. ثانيا بس احنا سمعنا عنه النهارده، يعني ما اتقالش الخبر ده امبارح. كان امبارح متاخر. متاخر كان. اتفضل يا فندم. احسن نهار يعني. تمام. الحقيقه هو كان اجتماع، احنا يعني كان اجتماع ودي جدا، كان ليه غرض محدد في الاساس، انه احنا احيانا بعض الحقائق بتضيع مع عدم توفر المعلومه، وما حبيناش نلجا فقط على المعلومات الاعلاميه اللي بتتقال في بعض الملفات، منها على سبيل المثال وليس الحصر القضيه اللي حصلت في اسم الاميريه، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر برضو كان قضيه ايطالي ريجي. وكلمنا في بعض الامور الخاصه بملفات حقوق الانسان والكلام ده كله، ليه؟ لانه يعني احنا باعتبارنا برلمانيين بنسافر في وفود مختلفه، بنتقابل مع شخصيات برلمانيه اخرى بتتسأل هنا فبنتسأل، فما يهمنا جدا ان تكون الاجابه بتاعتنا مبنيه على اصل، يعني مش عايزين لانه احيانا الاعلام احنا وجدنا في الفتره اللي فاتت انه بعض الامور اللي بتذاع في الاعلام من وجهه النظر المصريه اللي هي في الاعلام المصري بتاعنا للاسف، وهي ما بتبقاش مبنيه على حقائق يعني موثقه، بتتاخد علينا في تقارير زي مثلا التقرير اللي اتعمل ضدنا في مثلا البرلمان الاوروبي على سبيل المثال، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا منطق في الكلام ويكون عندنا المعلومه الدقيقه. فعملنا وفد ورحنا قابلنا السيد وزير. رحنا بقى، معلش جمله اعتراضيه، رحنا ده بناء على يعني طلبكم ولا على طلب وزير الداخليه؟ لا، طلبنا احنا يا فندم.
طلبنا احنا ده. تمام. احنا اللي طلبنا وهو مشكورا استجاب، وبالعكس هو كمان رحب بانه من وقت للتاني يبقى في لقاءات بهذا الشكل عشان نقدر نوضح الامور بشكل واضح. طيب باختصار اللي تم. وطبيعه بقى الاجابات بقى وتوضيح الامور كان بالنسبه لحضراتكم يعني اجابات شافيه واضحه كان ليكم بعض يعني في قضيه المواطن مكين تبين أيوة. مثلا انه على مدى الايام اللي فاتت كان في صور وافلام وفيديوهات بتتقال على شخص كان عراقي مات من 3 سنين مثلا، انما القضيه ما كانتش كده. واحنا كمان في مساله الانحراف بالقضيه لانها قضيه طائفيه برضو ده ما كانش ليه مبرر. احنا اي مواطن يتعرض للتعذيب سواء كان مسلم او مسيحي مصري. هي بنفس القدر وبالتالي هو مواطن مصري، فبالتالي محتاجين نفهم هذا الامر شكله عامل ازاي. الامر ده محل تحقيق، وهو قال نفسه ان ده محل تحقيق، وهو تعهد قدامنا قال انا يعني مش هقبل، ما عادش ينفع كمان ان احنا نقبل انه في مواطن يتعرض لتعذيب صح. واذا حصل تجاوز انا اللي هاخد ضده اجراء. ده الكلام اللي قيل على لسانه مباشره بالنسبه لنا. القضية دي لسه محل تحقيق ومش هنتسرع في الأحكام هنا بقى عليها. مجلس النواب حضراتكم بقى هنستنى نشوف المسألة هتروح لفين قبل ما نحركها ونسائل ونحاسب داخل المجلس. لا هتحاسب ازاي اذا كانت محل تحقيق؟ ما انا بقول هنستنى نشوف لما تكون الامور كلها واضحه ونشوف وصل فين. ثبت احنا نتدخل ازاي اذا ثبت ان في مثلا تعذيب وهذا التعذيب ادى الى وفاة هذا المواطن بالشكل اللي حصل ده، يبقى بالتالي لازم يكون في اجراء. إذا تقاعسوا هم عن اتخاذ الإجراء أيوة. المناسب احنا اللي هنسائل. ايوه بالزبط. وبالتالي الأدوات البرلمانية هنا بتشتغل، دي نقطة. النقطة الثانية من القضايا اللي أثيرت بشكل كبير جدا واتخذت علينا بشكل كبير جدا نقلا عن وسائل الإعلام المصرية للأسف، هي قضية زي قضية مقتل الإيطالي ريجيني اللي منقلها من عدة أشهر. وهو وضح لنا إنه لا ده في اتصالات بين النائب العام الإيطالي والنائب العام المصري في هذا الشأن مستمرة، وإنه في زيارات متبادلة بين الجانبين. والكلام ده الحقيقة برضه هو مطلوب إن هو يعني يذاع إعلاميا عشان نقدر أو الرأي العام يستبين الحقيقة. بص بقى يا سيادة النائب، حضرتك كررت أكتر من مرة هي أنا مسؤولية الإعلام، وإن الإعلام لما بينقل معلومات مغلوطة بيسيء للقضية وبيسيء للدولة المصرية. أكيد حضرتك متوقع أن هسأل عن إيه؟ قانون الإعلام الموحد بقى. والرئيس قال يعني اشتغلوا عليه، حصل إيه؟ احنا بدأنا من فترة عملنا 6 جلسات استماع اخرها كان النهاردة بنسمع فيه. اولا هو في ترتيب منطقي للامور، لازم نبدأ الاول بقانون نقابة الاعلاميين. نقابة الاعلاميين قانون تأخر كثيرا جدا وده من حق الاعلاميين. تمام. وهذا القانون هيبقى له دور بعد كده فيما يتعلق بالمجالس الاعلامية اللي نص عليها الدستور. فاحنا بدأنا النهاردة في اول شوط في هذا الموضوع انه خلصنا 6 جلسات استماع مع شخصيات اعلاميه محترمه من مختلف الاعمار ومختلف الاتجاهات من التلفزيون المصري ومن القنوات الخاصه، والنهارده كان في مجموعه كبيره من مذيعي القنوات الخاصه بنتكلم في هذا الموضوع وسمعنا اقتراحاتهم. اعتبارا من بكره ان شاء الله هنبدا بقى في المناقشه العمليه لهذا المشروع. ان شاء الله خلال 2 أسبوع على الاكثر هيكون المشروع جاهز للعرض على الجلسة العام. بعدها نبتدي على طول في المشروعات الأخرى إن شاء الله. تمام. طيب شكرا جزيلا يا سيادة النائب، سيادة النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، شكرا لحضرتك يا فندم. النهارده اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن العالم كله مهتم دلوقتي بالتنمية المستدامة وإزاي نحققها، وإن أهداف التنمية الإفريقية 2063 ورؤية مصر 2030 يعني طبعا اللي يسمع يحس انه يعني سنين يعني لسه بعيدة، لكن من المهم ان احنا نشتغل من دلوقتي. فالهدف من الكلام ده ان احنا ننقل المجتمعات في ظل التحديات الموجودة دلوقتي، ان السكان على السكان بيزيد، الموارد محدودة وبتقل كمان، فازاي نشتغل على تحقيق التنمية من خلال ان احنا ننظم الجهود ويكون في خطة عمل واضحة علشان نحقق الأهداف اللي احنا عايزين نوصل لها. هنتابع التقرير دلوقتي، لكن خبر عاجل يهمنا بالتأكيد واحنا بنتكلم على الموارد المحدودة والوضع الاقتصادي ومسألة التموين والسكر والسلع الأساسية. الخبر بيقول إن وزارة التموين أعلنت إن السكر اللي بيتباع في المنافذ التموينية يعني السكر التمويني والحر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة الكل بقى ب7 جنيه. كان في الأول طبعا في تفرقة، كان في ب7 وفي ب5، دلوقتي بقى كله ب7 جنيه. والسكر اللي هيتاخد لغرض الصناعة اللي بيتحط طبعا في المصانع في
الحلويات والكلام ده كله ده هيبقى ب10 جنيه لانه طبعا تجاري وفي من وراء مكسب، لكن بشكل عام سكر تموين في مجمعات محلات كله بقى ب7 جنيه، السكر للمصانع ب10. نشوف بقى مع حضراتكم التقرير. تحت عنوان تعزيز الإحصاءات الاقتصادية لدعم التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا صحفيا بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي بمشاركة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في استراتيجية مصر 2030 عندنا 10 محاور رئيسية بجانب المرتكزين الخاصين بالأمن القومي والسياسة الخارجية وأيضا السياسة الداخلية. في هذا المحور تحديدا الخاص بالأمن القومي والسياسة الخارجية أفريقيا يمكن بتتصدر المشهد وبتتصدر الأولويات، توجه واضح جدا واستراتيجي واضح جدا لمصر. اللواء أبو بكر الجندي أكد خلال المؤتمر أن العالم الآن مهتم بالتنمية المستدامة وكيفية تحقيقها، مشيرا إلى أن أهداف التنمية الإفريقية 2063 ورؤية مصر 2030 هدفها نقل المجتمعات في ظل التحديات الحالية من تنامي سكاني ومحدودية الموارد إلى تحقيق التنمية من خلال تنظيم الجهود ووضع خطة عمل واضحة لتحقيق أهداف في محاور جديدة. كما صرح بأن جهاز الإحصاء يعكف حاليا على الإعداد لتعداد السكان والمنشآت 2016 والذي سيتم إجراؤه في مارس المقبل، وسوف يتم إعلان البيانات عقب 8 أسابيع على الأكثر من الانتهاء من جمع البيانات. النهاردة زي ما حضراتكم كلكم ملاحظين أن في أهداف للتنمية المستدامة أممية أصدرتها الأمم المتحدة، ورئيس السيسي كان السنة اللي فاتت 2015 في الأمم المتحدة في سبتمبر بتعلن الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة. إيه الهدف؟ الهدف تحسين حياة البشر في كل دول العالم. ويعود الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي إلى العام 1993 بعدما شرعت الدول الإفريقية في تخليد هذا اليوم من خلال المؤتمر الإفريقي المشترك للمخططين والإحصائيين والديموغرافيين، حيث تم إقراره لأن معظم دول إفريقيا تحتاج إلى تنمية أكثر تستطيع من خلالها مواكبة العالم بما يخدم أهدافها الوطنية. طيب احنا امبارح كنا بنتابع طبعا الأزمة المتعلقة بأهالينا في النوبة امبارح وأول امبارح، وقطع الطريق وقطع السكة الحديد ومحاولة جادة خلينا أقول من الحكومة أنها تحتوي الموقف وتحتوي غضب الأهالي لحقهم برضو أولا وأكيد أخيرا، زي ما كنا بنقول امبارح أن الناس دي محدش استمع ليهم، ولو استمع ليهم ما كانش في أبدا أي تنفيذ لحقهم في العودة لأراضيهم، خاصة أن الدستور المصري الدستور الجديد نص على كده. فلما سمعوا عن مسألة أنه الأرض غرب تشكى هتتباع وهتتباع للمستثمرين جن جنونهم طبعا، وقالوا إحنا أولى بده ولازم يكون لنا الأولوية في هذه الأراضي. كان في أخبار امبارح يعني متعلقة أن في مثلا المشير طنطاوي راح للأهالي، يمكن ده خبر اتنشر كتير على المواقع وفي الأخبار، لكن الحقيقة إحنا دققنا المسألة وعرفنا أنه في يعني وسط كل معلومات وحالة الارتباك الشديدة يعني الخبر ده ما كانش دقيق، لكن في محاولة من مجلس الوزراء في اجتماعات طارئة بتحصل، رئيس الوزراء بيكلف محافظ أسوان انه يعمل لقاءات متتالية مع أهالي النوبة ونشوف الموضوع هيوصل لفين. كمان لجنة من مجلس النواب راحوا ومش عارفة راحوا ولا لسه، المفترض كان ده تم إعلان عنه امبارح انهم هيروحوا برضو يكلموا الأهالي ويوصلوا لحل معاهم علشان يتم إنهاء هذه الأزمة. معايا تمام أستاذ محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور يا أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد، يعني إيه الأخبار ووصلنا لحد فين؟ والله الأخبار إن إحنا هنقول إن النوبة تظل في دائرة نسيان الدولة المصرية للأسف. إحنا بقالنا دلوقتي أكتر من 15 يوم بنقول إن في بيع تم على توشكا وفرجندي وهي أراضي نوبية، ولحد دلوقتي على الرغم من اعتراض الشرطة للقافلة النوبية الاجتماعية اللي كانت رايحة تقف على الأرض بس ما كانش هيبقى في مظاهر احتجاجية، هي كانت القافلة طالعة عشان تؤكد حاجة واحدة بس إن الأرض نوبية وإن الدولة خلفت الدستور بإن هي طرحت أراضي المفروض إن هي من ضمن الاستحقاق الدستوري النوبي. تمام؟ إلا إننا فوجئنا، يعني إحنا بقالنا دلوقتي أكتر من 5 أيام الشرطة موقفانا بين كمينين
طب انتوا كنتوا معلش يا محمد نوضح، انتوا كنتوا عايزين تروحوا عشان تعملوا ايه يعني القافله دي؟ احنا هي قافله اجتماعيه، نص الماده 236 بيقول بمشاركه اهلها، معنى مشاركه اهلها ان احنا لازم نروح نشوف الارض حضرتك ونبص عليها والكلام ده كله، ونثبت ان الارض دي هل الارض دي نوبيه او غير نوبيه، النص الدستور بيقول كده حضرتك. واحنا كنا بنساعد في ان احنا نطبق النص الدستوري، ما لهاش اي علاقه باحتجاجات او اضطهادات. احنا اول ما سمعنا ان في كراسة شروط نزلت فيها مناطق نوبيه كنا نروح هناك نستعلم ونتاكد. يمكن اتفهم انه هنروح نقعد في الارض يعني اثبات حاله، فبالتالي تم المنع. انا هاكل الارض وانا هشيلها معايا وامشي؟ هو انا هاكلها الارض هتروح يعني اول ما انا هقف عليها هاكلها ولا هشيلها معايا وامشي اروح حته ثانيه؟ مفهوم. لا يعني احنا بناخد بس الاجراءات القانونيه وان اللي يحصل ده بالتوافق وبالتراضي التعامل الامني مع كل الناس، كل الناس بيتم التعامل معاهم بشكل امني. اناس مسالمين يتم احتجازهم بين كمينين وثلاث ايام يمنعوا من الاكل يدخل لهم والطعام يدخل لهم، ده احنا مش في دوله. طب قول لي يا استاذ محمد، يعني دلوقتي الناس لسه معترضه، لسه قاعده وقطع الطريق، يعني قصه ان في لقاءات ومجلس الوزراء المفترض ان هو بيعمل اجتماعات وفي وفد برلماني وناس راحت، هل الكلام ده حصل ولا لا؟ حد اتكلم مع الناس ولا ده ما تمش؟ مفيش اي مسؤول حكومي. دي مشكله كبيره، ومشكله كبيره يعني في الجنوب، مفيش مسؤول حكومي جه. الباشمهندس شريف اسماعيل قاعد في مكتبه حتى ما فكرش ان هو يتصل بحد من الموجودين ولا انه يجي. طب قول لي يا استاذ محمد، احنا ثواني بس، يعني اهدى بس، احنا عايزين نحل الموضوع، يعني حقكم فوق راس الدوله ولازم يجي وناخد الاسلوب اللي وصلنا لده معاك بعيدا عن الاجراءات الامنيه والحل الامني. دلوقتي احنا فاهمين وعرفنا ان في وفد من الساده النواب من بينهم النائب اللي هو عن النوبه، النائب ياسين عبد الصبور والنائب مصطفى بكري والنائب محمد سليم، وفي اهو الصور معانا ان الناس راحت وقعدت، يعني مفترض ان في مفاوضات وكلام عشان الموضوع يتحل. هو قرار صادر من مجلس الوزراء ولا من مجلس النواب؟ طب مجلس النواب لازم هو اللي يشتغل. يا فندم السلطه التنفيذيه فين؟ مش السلطه التنفيذيه اللي اصدرت القرار، هو احنا مش في دوله. ما هي لو السلطه بص يا استاذ محمد، ما هي لو السلطه التنفيذيه تقاعست او ما عملتش شغلها لازم مجلس النواب هنا يتدخل ويحل ويجيب لكم حقكم. يعني امال دور المجلس ايه؟ ما هم مجلس دول نواب عن الشعب اللي حضراتكم جزء منه. النائب مصطفى بكري قال لنا صراحة أنا مش جاي نائب عن مجلس النواب، أنا جاي عشان أهالي النوبة حبايبي الطيبين، عشان بس نكون واضحين. ماشي مفيش مشكلة، كلام برضو حلو، مفيش مشكلة. لكن حلو أنا إزاي؟ يا فندم يعني هو الراجل بيتكلم بشكل ودي بيقول يعني انا بس في عدد طيب تاني من الساده النواب غير النائب مصطفى بكري. فين الشكل الرسمي بقى؟ فين الشكل الرسمي حضرتك؟ احنا في دولة، فين الشكل الرسمي؟ طيب السادة النواب لما قعدوا حصل ايه؟ انت حضرتك كنت حاضر اللقاء ده ولا لا؟ ما قدموش حلول حضرتك. طيب دلوقتي في اجتماع لمجلس الوزراء وقال ان قال المحافظ يقعد مع حضراتكم يحل المشكله ويجيب لكم حقكم. المحافظ يا فندم، المحافظ ما جاش اساسا. المحافظ عارف ان في ازمه في محافظته وساب الامن يتعامل. المحافظ لو كان جه وقعد مع الناس كان خلص الموضوع من البدايه. ممكن نجيب محافظ اسوان على التليفون يا جماعه لو سمحت؟ طيب ايوه يا استاذ محمد، انا بس احنا بنحاول، احنا زي ما بقول لحضرتك احنا عايزين نحل الموضوع وعايزين المساله ان شاء الله يتم احتوائها ويبقى في شغل على الارض حضراتكم برضو تشاركوا فيه. يعني انا عارفه ان يعني اتظلمنا كتير والدوله نسيت مطالبكم، لكن المفترض ان دلوقتي عهد جديد فنستفيد من ده، فاذا كان في تقصير نتكلم عنه ونشتغل عليه. طيب خليك معايا يا استاذ محمد، معايا مين؟ سياده النائب محمد سليم. يا سياده النائب مساء الخير. سياده النائب اهلا بيك. اهلا وسهلا، رحت ولا ما رحتوش يا فندم؟ احنا موجودين في قلب الحدث وفي قلب الموقع. لسه موجودين؟ طيب مع الاخوه المعتصمين يعني اتكلمنا معاهم في ان اي حاجه بص بقى قبل حضرتك ما تكمل، نتكلم معاهم من باب عشان استاذ محمد سمعنا دلوقتي رئيس الاتحاد انه من باب تطيب الخواطر ونحتوي الموضوع ويخلص، ولا يكون في شغل واجراءات تروحوا بيها وتطالبوا بيها الحكومه للتنفيذ؟ من مبدا التاني، لان احنا من مبدا المطالبه والدفاع عن حقوقهم، وان احنا لو هم وقفوا معانا وقفه
زي ما احنا عايزينها وزي ما بنحب ليهم، هيبقى الموقف من ناحيتنا احنا النواب مختلف، وانا والنائب مصطفى بكري والنائب عمرو ابو اليزيد ومجموعه من النواب هناخد هذه القضيه على عاتقنا ونحقق المطالب المشروعه بتاعتهم. ايه الوقفه اللي انت طالبينها منهم بقى علشان يعملوها زي ما حضرتك بتقول؟ فض الاعتصام. اها. ده اللي احنا عايزينه. اخلاق النوبيين الشرفاء ما بتسمحش بكده. تاني حاجه عندما فضينا الاعتصام احنا معاهم، ويوم الاثنين هناخدهم ونروح لرئيس مجلس النواب عشان نطالب بتفعيل الماده 200. ايوه المجلس معني بتطبيق الدستور. اللي حق العوده ده منصوص عليه. ايوه. من الماده 236، وهنعرض المشاكل اللي بتعوقهم وطلباتهم، وهيبقى لنا وقفه مع النواب قويه في سبيل الوصول لحقهم. وده المبرر الوحيد اللي هيدينا الفرصه للتدخل في هذا الامر. انما لو ما فضوش الاعتصام احنا هنقبى في حرج، ومش هنقدر يعني هيقبوا خلوا الحكومه تعلم علينا، وفي نفس الوقت مش هنقدر نتكلم احنا كنواب. خليني احط نفسي بقى مكانهم يا فندم. يعني استاذ محمد بيقول يعني واحنا وقفتنا واحنا هناخد الارض ونجري، هي الارض يعني ممكن يكون متخيلين انه ضغط او علشان تفضل القضيه موجوده في الاذهان، ان احنا ممكن نفض النهارده الناس ما تهتمش بينا بعد كده. احنا جينا وقطعنا وقت على عاتقنا، واحنا من ساعه ما نزلنا من الطياره واحنا في قاعده معاهم زادت عن 6 ساعات، وفي تشاور معاهم، واحنا اللي بنعمله كله ده عشان ان دول اهلنا واهلنا واصدقائنا، والنوبه احنا جزء منها وجزء لا يتجزأ. طب احنا عايزين نطلب من حضراتكم يفضل الوفد موجود لغايه لما تتحل الازمه، يعني حتى لو المساله خدت وقت شويه والناس متخوفه ومش عايزه تفض الاعتصام، نفضل موجودين نهدي وناكد على ان احنا موجودين معاهم وهنشتغل لغايه لما المساله تتحل. يا فندم انت عارفه حضرتك كل واحد فينا جاي من حته، اللي مرتبط بمواعيد لغاها، اللي مرتبط بسفر لغاه، اللي مدي مواعيد وارتباطات برضه اجلها، فاحنا قاعدين معاهم. مفيش يا سياده النائب، مفيش اهم من اللي احنا فيه دلوقتي، لان حضرتك عارف ان في اطراف ممكن تتدخل في المساله وتستغل الغضب وتقسم. انا معاكي. انا معاكي، بس احنا قعدنا 6 7 ساعات وهنتواصل معاهم لغايه بالليل، وهنقعد لغايه بكره، بس يدونا حلول ايجابيه نقدر ندي فرصه لان ناخد حقوقهم ونقدر نطالب بحقوقهم. انما انا لو رحت دلوقتي وهو الاعتصام فضل على ما هو عليه في مشكله هتقابلنا. طب المحافظ اخباره ايه؟ انا لا اتكلم عن الجهات التنفيذيه، انا اتكلم علينا احنا كمجلس نواب ودورنا احنا المشرع. انا اللي بشرع القانون وانا اللي قاعد معاهم بتفق. شكرا سياده النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، وشكرا استاذ محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي. زي ما حضراتكم سامعين المساله فيها يعني عند، فيها قلق، فيها خوف، فيها اختبار كده للإيرادات، ممكن الموضوع يتحل ازاي وبأي شكل، لكن أكيد لازم يتحل وفي أسرع وقت، ولازم تكون الدولة جادة في أنها تتعامل مع الملف ده. هنتابع وهنشوف اللي هيحصل إن شاء الله خير. النهاردة طيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران قال إن الشركة عملت خدمة جديدة للجمهور بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ودلوقتي بإمكان العملاء إن هم يسافروا لأي وجهة من وجهات مصر للطيران اللي بتوصل لسبعين نقطة أو حوالي 60 دولة حوالين العالم. والشيء المهم قوي إنك تقدر تدفع قيمة التذكرة بالتقسيط على 6 شهور أو على 12 شهر بأقل فايدة من خلال بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري من خلال المكاتب مصر للطيران المنتشره داخل وخارج مصر. طبعا ده يعني بعد تحرير سعر الصرف، الاسعار طبعا زادت بشكل كبير، فبقى يحصل انه الغاء رحلات بالكامل لانه ما فيش اقبال يعني على السفر، فبيسروا يعني بيسهلوا المساله علينا في مساله التقسيط.
محافظة القاهرة النهاردة بعتت خطاب رسمي للإدارة العامة للمرور بصورة من قرار محافظ القاهرة الخاص بزيادة تعريفة التاكسي الأبيض علشان يتم إخطار الجهات المسؤولة أنها تغير العدادات بالتعريفة الجديدة ويبتدوا في تغييرها رسميا. اللي يهمنا التعريفة الجديدة بقت 4 جنيه لفتح العداد بزيادة جنيه واحد عن التعريفة القديمة للتاكسي، وسعر الكيلو بقى 175 قرش بزيادة 35 قرش عن التسعيرة القديمة، وزيادة سعر دقيقة الانتظار ل 14 قرش. تعالوا نشوف حضراتكم بقى بعد التعريفة الجديدة رد فعل سواقين التاكسي الأبيض، إيه راضيين ولا معترضين؟ حط سبيع البنزين ب 70 جنيه وصاحب العربية عايز وردية 70 أدي 140، بدفع 10 جنيه قرش أدي 150 جنيه، طب أنا هروح بإيه؟ يبقى نقعد في البيت ما اشتغلش، ولو كلنا كل واحد هيفكر ما يشتغلش طب البلد هتشتغل ازاي؟ طب هننتج ازاي؟ انا بركب مثلا المشوار بتاعي ب 25 30 جنيه مثلا لحد مدينه نصر، فبقى واصل لحد 40 جنيه. بقت ب 4 جنيه والكيلو 108 قرش. تعرف الكلام ده؟ بالظبط. كويس معقول عادي، بس المهم بقى اهم حاجه مراقبه العدادات في التاكسيات، دي اهم حاجه. 4 جنيه العداد و 18 و 180 قرش كيلو. طب وبعدين الزبون شاركه هي غاليه بقى لها كام يوم، مش النهارده بس هم امبارح رفعوا العداد 4 جنيه وخلوا 175 قرش على الكيلو. ابني بيخش من غير تعريفه، بيخش من غير تعريفه، كل يوم بيركب التاكسي يجيب 150 ما بيجيبش الا ب 50 جنيه، وجركن الزيت ابو 100 جنيه بقى ب 220 جنيه 250. ما فيش حد بيزود، كل اللي اقول له زادت او البنزين زاد ولا بتاع يقول لي لا على العداد القديم وينزل. اكيد طبعا مش هركب تاكسيات دلوقتي، لان الاجره لو البنزين زاد ربع جنيه او جنيه هو السواق دلوقتي بيزودها 5 و6 و7 جنيه عليا. انا دلوقتي انا بتجه لاي شركه خاصه اركب معاها. والله انا مش في كل الاحيان بركب تاكسيات الحقيقه يعني، بس انا من يمت كام يوم كنت رايح المعادي ولقيت أجرة التاكسي يعني معقولة يعني مش ما زادتش كتير يعني. أنا سمعت إن عملوها كسرة العداد 4 جنيه وكل كيلو ب 175 قرش. بعد الفاصل معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج هتشرفنا في الحياة اليوم. من الوزيرات النشيطات بشكل كبير، والحقيقه هي مش مجامله ليها لان احنا متابعين من خلال اخبارنا شغلها وافكارها اللي بتحاول من خلالها انها تتعامل مع ملف من اهم الملفات، ملف المصريين في الخارج وازاي نربطهم بوطنهم الام ونفعل طبعا قيمه الانتماء وكمان نستفيد من عقول وكفاءات علمائنا بالخارج، ده غير طبعا ملف الهجره. بتكلم عن معالي السفيره نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين بالخارج اللي مشرفانا النهارده في الحياة اليوم. برحب بحضرتك معنا معالي السفيرة، أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي، متشكرة جدا، أشكرك. أهلا وسهلا بحضرتك معالي السفيرة. خلينا نبتدي بالمؤتمر الوطني للعلماء المصريين اللي حضرتك يعني دعيتي ليه أو أعلنتي عن انعقاده، هيحصل في الغردقة بتهيألي 14 و15 ديسمبر، فكلمينا عن فكرة المؤتمر وعلى ما أعتقد ده استمرار أو تكملة للي حضرتك بدأتيه من دعوة المصريين بالخارج وزيارتك ليهم كمان بره. مظبوط، أعلنا عن مؤتمر الوطني الأول لعلماء مصر في الخارج زي ما حضرتك ذكرتي 14 و15 ديسمبر في مدينة الغردقة. 27 عالم من أنحاء العالم هيجوا ويشاركوا بخبراتهم. المؤتمر ده جه طبعا زي ما حضرتك عارفة وزارة الهجرة عادت علشان تلبي احتياجات المواطنين ويعني تقدر ان هي تتواصل مع العقول المهاجرة، لان ده الوقت اللي لازم كل المصريين في الخارج يشاركوا في تنمية مصر. تكليف السيد الرئيس كان واضح وصريح لهذه الوزارة في الاستفادة من هذه العقول الباهرة، وبالتالي بيجي بعد مرور عام من عودة هذه الوزارة إلى الحكومة المصرية بانعقاد أول مؤتمر وطني لهؤلاء العلماء بيشرفونا إن شاء الله. ده طبعا المؤتمر تعاون ما بين وزارة الهجرة وما بين شبكة النهار،
وأيضا في تعاون مع وزارة السياحة ووزارة الطيران ومحافظة البحر الأحمر لاستضافة هؤلاء العلماء. يعني على أي أساس اختيار المدعوين يعني بمنطق التنوع المجالات المختلفة اللي احنا محتاجينها دلوقتي المشروعات اللي شغال عليها البلد؟ احنا لما المواضيع بتكثر يعني مش عايزة اقول يعني بنتوه، ولكن بحاول بقدر الامكان انه المؤتمر كل مؤتمر ده زي ما انا قلت المؤتمر الوطني الاول، بعد كده هيكون في مؤتمرات دورية كل عام. اخترت الموضوع بتاع هذا المؤتمر هو محور قناة السويس لانه هو تنمية شاملة لهذه المنطقة. تم اختيار هؤلاء العلماء ازاي؟ انا الحقيقة كنت بتابع برنامج مصر تستطيع على قناة النهار واعجبت جدا بفكرة البرنامج، واتكلمت مع استاذ علاء الكحكي ازاي ان احنا شيء جميل ان احنا نعرض العلماء في الخارج، ولكن مهم بقى او جه الوقت ان احنا نستفيد من هؤلاء العلماء. عشان كده هذه المجموعة 27 اللي تم اختيارها الاختصاصات او يعني كل الدراسات بتاعتهم والخبراء والعلماء في مجال البنية التحتية، الطاقة الشمسية، بناء السفن، صناعة الطائرات، كل حاجة متعلقة بالمحور حتى المنطقة الصناعية. الحقيقة المؤتمر مش بس ان احنا نستفيد من العقول المهاجرة، انما كمان بنربي كوادر مصرية شابة. فانا الحقيقة مع الاستفادة منهم كنت عملت بروتوكول ايضا تعاون مع جريدة الاهرام، بيعملوا صفحة اسبوعية عن العلماء المصريين الشباب داخل الجمهورية. هؤلاء العلماء سيتم دعوتهم أيضا لحضور هذا المؤتمر، وبالتالي هيحصل نوع من أنواع التفاعل ما بين العلماء المصريين الشباب والعلماء النابغين اللي أخذوا أماكن مرموقة جدا في الخارج. مش بس كده، فكرت أيضا في الطلبة المتفوقين علميا في تخصصات هؤلاء العلماء، ف تواصلت مع الجامعات المصرية وكوننا مجموعات يعني فريق عمل لكل عالم وخبير قادم من الخارج، عشان أنا بوري هذا الطالب أنه في يوم من ذات الأيام هيبقى زي هذا العالم، ولما بيبقى زي هذا العالم بيرجع بلده وبيفيدها بخبرته. غير كده وكده يعني المؤتمر الحقيقة يعني هو اقتصادي وسياحي، لأني برضو بننظم مع وزارة السياحة مشكورة جولات سياحية لهؤلاء، عشان كده برضو اخترتوا الغردقة أيضا اقتصاديا أنا اخترت الغردقة علشان قريبة كمان من محور قناة السويس، لأن مهم جدا إن هم يشوفوا المشروعات التنموية وكل التطور اللي حصل. غير كده وكده أنا بنقل صورة مصر في الخارج، يعني مهم جدا إن احنا نوري ونصدر الصورة الحقيقية لمصر من خلال هؤلاء العلماء، ومن خلال أيضا المراسلين الأجانب اللي هيغطوا هذا المؤتمر. كمان في ناس بتسألني طيب المؤتمر هيخلص وبعد كده الاستفادة أو المتابعة مع هؤلاء العلماء، خاصة وإن هو يومين فقط 14 و15. الحقيقة طبعا يعني زي ما حضرتك عارفة وزارة الهجرة يعني بدي من العدم، ما عندناش موروث، ما فيش حاجة عندي لا بيانات ولا معلومات ولا حاجة ان انا اعود اليها في بناء هذه الوزارة وعودتها مرة اخرى، انما بحثت وعرفت انه كان في سنة 74 جمعية للعلماء المصريين في الخارج. الحقيقة قعدت ادور وابحث لانه انا نفسي انه في خلال المؤتمر أدشن جمعية جديدة أو يعني أعيد تفعيل هذه الجمعية، اللي طبعا بتواصل مع الوزيرة غادة والي علشان نشوف تأسيسها إيه وفعاليتها اتلغت ما اتلغتش، عشان أعلن عن هيئة علماء مصريين في الخارج ويتم اختيار الرئيس ويتم متابعة هؤلاء العلماء وخلق قاعدة بيانات لأبنائنا في الخارج. طيب السادة الحضور علماءنا بالخارج لما يجوا بتخصصات زي ما حضرتك ذكرتيها وليها علاقة بالمشروع القومي اللي شغالين عليه، انه ما يبقاش الكلام نظري يا سيادة السفيرة، وانه زي ما حضرتك قلتي لازم نخرج بآلية ونتابع الوزارات المعنية، هل يعني توصياتهم او رؤاهم ممكن تترجم لخطوات عملية على الأرض؟ ممكن كل وزير في مجاله ليه علاقة بالكلام اللي هيطرح في المؤتمر، الموضوع ده يتنفذ وناخد منهم ولا لا؟
المؤتمر مش هيكون سوء إعلام، يعني أنا مش جايبة علماءنا في الخارج عشان يبقى بس الشكل العام اللي احنا عملناه، لا. في شغل حاليا بيدور، يعني أولا تواصلت طبعا مع دكتور أحمد درويش علشان ملف قناة السويس وكل المشروعات، وعلى فكرة دي مش حاجة سرية، دي حاجة على الموقع الإلكتروني. فدي طبعا أحلتها لي هؤلاء العلماء. العلماء دول بيدوا أفكارهم وإطروحاتهم وتعليقاتهم، وكل هذه التعليقات والأفكار والإطروحات بتروح لي دكتور أحمد درويش عشان يعلق هو أيضا عليها. مش بس كده، في كنت لسه عاملة امبارح اجتماع مع الوزارات المعنية كلها، لأنه أنا بعت كل التخصصات لوزارتنا كلها علشان يشوفوا إيه اللي ممكن يستفيدوا منهم من هؤلاء العلماء اللي هيجوا. فكل وزارة ابتدت تبعت لي وتقول لي أنا في التخصص ده أنا محتاجة أعرف 1، 2، 3، أو أنا بعمل هذا ومحتاجة أشوف هو رؤية هذا العالم إيه. كل هذه المعلومات الواردة من هذه الوزارات بيتم إحالتها كل الوزارات، ولا وزارات بعينها في ملفات يعني ملحة؟ لا 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 لا، كل، لأنه التخصصات كتيرة، فالكهرباء والنقل والطيران والإنتاج الحربي والاستثمار كل حاجة، لأنه كل خبير وكل عالم جاي عنده الحقيقة منظومة بيشتغل بيها، وبالتالي مهم جدا أن أنا أفيد وأستفيد، مهم جدا أن أنا أستمع ليهم، ومهم جدا أن أنا أفيد بلدي. حتى لو هذا العالم أو هذا الخبير جه وشاف أن إحنا فعلا ماشيين في الطريق الصح، أنا كبلد أنا بستفيد أن أنا بعرف أن أنا ماشية صح. التفاعل ده مهم جدا، وقبول الآخر مهم جدا، والترحيب بهؤلاء العلماء للاستفادة منهم مهم جدا. عشان كده كان في اجتماع تنسيقي بيني ما بين ممثلين هذه الوزارات امبارح بعد ما ابتدينا هذا التفاعل. الشغل بيجري سواء من الناحية التنظيمية الشكلية للمؤتمر مع شبكة النهار، إنما في اجتماعات أخرى حول الكونتنت بتاع المؤتمر مع الوزارات المعنية عشان نخرج بنتائج، مش العلماء ييجوا بعدين نبتدي نتكلم، احنا ابتدينا وردي نتكلم معهم. طيب، ملف تاني ما يقلش أهمية وهو يعني الجزء التاني من مهام منصبك معالي السفيرة، الهجرة غير الشرعية. وطبعا الموضوع ده حاضر في كل المحافل الدولية وبقى الهم الكبير دلوقتي لكل دول العالم. هنا في مصر وبنشوف طبعا شبابنا يعني اللي بيغرقوا في البحر أو بيتعرضوا للاستهداف هم طالعين على ليبيا، والأطفال الصغيرين اللي بتهاجر أو 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 بتسافر بشكل غير قانوني وبيحصل اللي بيحصل. فإزاي حضرتك متابعة الملف ده؟ هل في أي جديد، سواء بنتكلم على الناحية التشريعية والقانون اللي بينظم المسألة دي، أو على الأرض بقى الخطوات والإجراءات اللي بتتم مع الدول المعنية معانا برضو بالمشكلة؟ دايما بقول إنه ظاهرة الهجرة غير الشرعية مسؤولية مجتمعية أو قضية مجتمعية، بمعنى إنه الدولة بكافة مؤسساتها لابد إن هي تتكاتف علشان نكافح هذه الظاهرة. الدولة يعني الحكومة، يعني منظمة المجتمع، منظمات المجتمع المدني، الشعب، وأخيرا الحقيقة الفن. لسه أنا حضرت افتتاح العرض الخاص بتاع فيلم البار الثاني في مهرجان القاهرة السينمائي، أول فيلم روائي بيكلم عن هذه القضية وبيبرز السلبيات اللي فيها. فإذن كلنا لازم نشتغل. أنا كوزارة هجرة، وطبعا أثناء خدمتي السابقة في إيطاليا، ويعني زي شغلي الخاص في هذا الملف، عارفة يمكن أكتر وتابعت عن قرب هذا الموضوع. المهاجر غير الشرعي، عايزة أكد على حاجة، إنه هو عنده انتماء وولاء شديد لبلد، وإحنا كلنا كمصريين منتمين لبلدنا، ولكن المهاجر هو مش بيخرج من البلد وهو كاره البلد، أو يعني ولاء وانتماءه للبلد راح، لا، هو حاجته المادية هي اللي بترميه إنه هو يتم استغلاله من قبل سماسرة ومن قبل عصابات وتجار بشر. عشان كده جه قانون تجريم الهجرة غير الشرعية علشان يعاقب كل من بيمد يده في هذا الموضوع، من سمسار، من قائد مركب، من واحد بيخزن هؤلاء المهاجرين قبل نقطة الصفر علشان يطلعوا على المركب. كل الناس دي بيتم معاقبتهم من خلال بس قانون، القانون لو بس يعني 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 هو قانون طبعا انا عارفه لسه حكم تفضل
القانون لوحده مش كفاية، لأنه العقاب كان مهم وكان مفروض أن القانون ده يخرج من بدري، إنما العقاب أهو جي. أنا بقى ببص دلوقتي تفايد. للمهاجر بشرة، للضحية، للمجني عليه. أيوة فهمت. علشان كده إيه 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 مشكلة مهاجر غير الشرعي ده؟ هو عاوز فرصة عمل، هو عاوز فلوس. المحافظات أو القرى المصادرة الهجرة غير الشرعية معروفة عندنا، اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عملت دراسات، وإحنا عارفين كويس جدا منين بيجوا الصيادين، من برج مغيزل في كفر الشيخ، كفر كلا الباب كلها في إيطاليا، ميت بدر حلاوة دي كلها في فرنسا، إحنا عارفين كويس جدا. مهم بقى تنمية هذه القرى وهذه المحافظات. عشان كده أنا عملت بروتوكول تعاون مع دكتور علي جمعة المفتي الأسبق للجمهورية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، علشان أول تفاعل ما بين الدولة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة هذه الظاهرة. وزرت أنا وهو هذه القرى وأطلقنا أول نتاج لهذا البروتوكول، وهو تدريب العمال أو المصريين أو المهاجرين اللي هم بيطلعوا من هذه المحافظات أو القرى، 400 شاب من ديسمبر 2016 ليونيو 2017. أنا بكافح الهجرة غير الشرعية عن طريق الترويج للهجرة الشرعية. مفهوم. الدولة مش ضد الهجرة الشرعية، الدولة ضد الهجرة غير الشرعية. مفهوم. طيب عايزة بس في موضوع يعني أخيرا نتكلم فيه، ومش هو مش أخيرا، احنا بدأنا كتير بنتكلم في القصة دي، مشكلة المصريين في المملكة والبصمة والكلام ده كله واستغاثتهم المتكررة بقالهم كتير الحقيقة. هل في أي جديد في الموضوع؟ بتتواصلوا مع السلطات السعودية؟ في عفو وما فيش ناس يعني ناس دي مصيرها ايه مع السفير؟ الدولة حاسة بمواطنيها في الخارج حتى لو أخطأوا، يعني حتى لو هم أخطأوا بقصد أو بدون قصد، الدولة بتسعى إن هي تحل الموضوع. وفعلا ده حصل، مش بس جهد من وزارة الهجرة، ولكن جهد من وزارة الخارجية، وجهد أيضا من وزارة القوى العاملة. كلنا بنعمل لفريق عمل واحد، وهو خدمة المواطن حتى لو أخطأ في الخارج. تمام. حصل مناشدات من وزارة الهجرة، حصل تحرك من وزارة القوى العاملة ومن الخارجية. إلى وقتنا هذا لم يتم الاستجابة، يعني بمعنى ما سمعناش العفو قادم. إنما مثلا في الموسم الحج السابق الحقيقة حصل بدون مخالفات أول مرة، وهنأنا الحقيقة المملكة على انتهاء الموسم بدون مخالفات. الرسالة اللي بوجهها للمصريين اللي عندهم مشكلة بصمة حج، إنه احنا طبعا اولا لابد ان احنا نتفهم موقف المملكه في جنسيات اخرى مخالفه بما فيها السعوديين. سعودي لما بيخالف في بصمه الحج بيتسجن، فطبعا احنا عندنا جنسيات منها المصريين. فانا بقول للمصري اللي في الخارج او في المملكه اللي عنده مشكله بصمه الحج، بلدك فتح لك ذراعيها منين ما تقرر ان انت تنزل، البلد منتظرك ومستنيك. انا حتى الآن لم يصدر أي قرار عفو في هذا الموضوع. في ناس مخالفة يا أستاذة لبنى بقالها 3 سنين، مش بس السنة دي، إنما مكملين في المملكة. اللي مش قادر ينتظر أكثر من ذلك بس مكمل على كف أفريقيا، يعني هو مش عارف يحصل له إيه في أي لحظة، يترحل ولاده ومدارس. عشان كده أنا بقول أنا ما أقدرش أنا أقول له انزل خلاص ما فيش أمل، ما أقدرش أقول له الطريق مسدود. إنما أنا بقول له طالما لغاية دلوقتي لم يصدر عن المملكة أي قرار عفو، لا يعني لا ولا لا، أنا بقول له لو أنت مش قادر تنتظر أكثر من ذلك، البلد مستنيك. خلاص، هي واضحة الموضوع، واضح يعني. شكرا جزيلا معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شكرا لحضرتك. وخلونا نتابع، احنا معنا تقرير أو تقريرين. طيب تقريرين الأول، وبعد كده هنستقبل أستاذة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. دكتورة مايا هتكون معانا ومشرفانا النهاردة بمناسبة أنه يومين تقريبا كده،
مش بقى نحتفل ولا ما نحتفلش، لانه ده اليوم العالمي لمكافحه العنف او مناهضه العنف ضد المراه، فهل لينا عين نحتفل ولا لسه بدري على المساله دي؟ هنعرف وهنتكلم في الموضوع. دلوقتي تقرير عن معهد التدريب البرلماني اللي افتتحه رئيسه دكتور احمد حلمي، وكانت اول الدورات البرلمانيه للمعهد، هيدربوا يعني الساده النواب على تفعيل أدوات الرقابة أو الأدوات البرلمانية بشكل عام، وده تدريب هيحصل بشكل دولي. نتابع. 150 عاما على الحياة البرلمانية المصرية، خبرة بالتأكيد يطلبها اليوم برلمانات مختلفة. البرلمان الأردني يفيد أمانته للمعهد البرلماني المصري للتدريب. هذه العلاقة الإيجابية ما بين مجلس الأعيان أو الأمانة العامة لمجلس الأعيان الأردني ومجلس الشعب المصري ليست بجديدة، ولكن في هذه الفترة أحببنا أن نحيي هذه العلاقة ونعكس إيجابية هذه العلاقة على موظفي أو العاملين في مجال الأمانة العامة لمجلس الأعيان الأردني. حفل استقبال رسمي بمبنى مجلس الشورى القديم، ثم فيلم تسجيلي عن البرلمان تناول خبرته، وعلى رأسها قراءة الموازنة العامة للدولة. نتشرف اليوم بزيارة مجلس النواب المصري الشقيق، وبالتحديد إلى معهد التدريب البرلماني للاطلاع على آلية عمل المعهد، وليقوم مجموعة من موظفي المجلس بتلقي التدريب المناسب في تخصصاتهم المختلفة ليتمكنوا من القيام بأعمالهم. احنا أنشأ عندنا في فصل التشريعي ده معهد تدريب برلماني بيخدم العمل البرلماني في مصر وفي المنطقة وفي أفريقيا إن شاء الله، في إطار بروتوكول تم توقيعه في السابق مع الاتحاد البرلماني الدولي. التدريب الذي يستمر لأيام يشمل محاضرات عن البحوث والعلاقات الخارجية وعلاقات البرلمان بمؤسسات الدولة والأمور المالية والهندسية، فضلا عن جولات سياحية بالقاهرة للأهرام والقلعة. وتفاصيل المؤتمر اللي تم تنظيمه بعنوان الاستثمار الفرنسي في مصر بمشاركة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى. بالتعاون مع السفارة الفرنسية وغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية، افتتح المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مؤتمر الاستثمار الفرنسي في مصر الأفاق والتحديات الذي تنظمه جريدة الأهرام إبدو. افتتاح شهد حضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأندري باران السفير الفرنسي بالقاهرة، وجيريون باكونان المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بالقاهرة. القرارات الأخيرة سواء كان قرار تعويم الجنيه المصري أو قرارات رفع أسعار المحروقات تستهدف إلى استعادة التوازن سواء كان في الموازين الداخلية وبالتحديد في الموازنة العامة للدولة لتخفيض العجز فيها، أو في الموازين الخارجية وبالتحديد ميزان المدفوعات. المنتدى ده يعتبر أحد المنتديات الهامة بالنسبة للوزارة، لأنه في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية، وطبعا الدول الأوروبية شريك رئيسي وعلى الأخص طبعا فرنسا. المهندس إبراهيم محلب أكد خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الفرنسي في مصر أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات الهادفة لإصلاح مناخ الأعمال، وأصبحت البيئة المصرية أكثر جذبا للاستثمار عما قبل، مضيفا أن مصر تمتلك كافة المقومات لصدارة الأسواق من حيث الأيدي العاملة والموقع الاستراتيجي والمشروعات والفرص الاستثمارية، كما تتمتع بتوفر نحو 17 مجالا للاستثمار. الهدف أن نتكلم على إزاي نقدر نحسن مناخ الاستثمار في مصر، نقلل من الصعوبات للمستثمرين. وسط توقعات بأن يضخ المستثمرون الفرنسيون المزيد من الأموال في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، تسعى الشركة الفرنسية للاستثمار في مشروعات المنطقة الاقتصادية في محور تنمية قناة السويس ومشروعات البنية التحتية، ومنها النقل والطاقة المتجددة ومعالجة المياه. طيب معلش، في تقرير ثالث كمان هنتابعه لأنه متعلق بموضوع مهم، مشكلة النظافة اللي بنعاني منها في مصر. احتفال الهيئة العربية للتصنيع بتسليم معدات دعم منظومة جمع ونقل القمامة في حضور وزير البيئة ومحافظ الغربية وكفر الشيخ وأسيوط وإن.
في إطار رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات والقضاء على مشكلة القمامة، تسلم اليوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة 109 معدة من بين 245 معدة ثقيلة تسلمها من الهيئة العربية للتصنيع في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة لرفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات في نحو 7 محافظات والتخلص الآمن والاستفادة منها. بقدر الإمكان في المحافظات وعلى مستوى الجمهورية نقدر نستفيد من الإمكانات الموجودة في الهيئة العربية للتصنيع وتخدم علينا في عملية نقل القمامة. التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع أو التسليم مباشرة من الهيئة العربية للتصنيع ده بيعتبر في حد ذاته إسراع لمنظومة رفع القمامة والمحافظة على البيئة. جهود أثنى عليها عدد من المحافظين ونواب البرلمان الذين حضروا الاحتفالية، مشيرين إلى ضرورة تكاتف الجميع من مواطنين وحكومة في إطار مسؤوليتهم الاجتماعية والبيئية لحماية هذه المنظومة والقضاء على مشكلة المخلفات. بداية جيدة الحقيقة لوزارة البيئة، وخصوصا ان المعدات جايه من الهيئه العربيه للتصنيع ودي هيئه بنثق فيها. من هو اغنى تاجر في العالم؟ يقال انه تاجر المخلفات او تاجر القمامه، وبره بيتم فصل القمامه الزجاجيه عن الورقيه عن البلاستيكيه عن اللي هي المواد العضويه اللي بينتج منها الكلام. عايزين نوصل في مصر للمرحله دي. تقدر مخلفات مصر بنحو 70 مليون طن سنويا وفقا لتقارير وزارة الصحة، تسبب تراكماتها مشكلة صحية وبيئية تكلف وزارة الصحة أكثر من 600 مليون جنيه، رغم أن أحدث الدراسات أوضحت أن مخلفات مصر الأغنى في العالم إذا تم الاستفادة منها. لطالما مثلت القمامة عبئا كبيرا على المواطن والحكومة طوال عقود، واليوم يأتي تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية لحل هذه المشكلة وإعادة شوارع مصر إلى رونقها من جديد، بل وتحويل مشكلة المخلفات من نقمة إلى مصدر لجذب الأموال وزيادة الدخل القومي. محمد رياض، الحاليوم. نساء مصر خط أحمر، شعار رفعه مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة بعد تصريحات المنتج الفني تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون التي هاجم فيها نساء الصعيد وخاض في أعراضهن متهما إياهن بالخيانة والانحراف الأخلاقي. فنساء مصر خط أحمر لا يجب أن يتجاوزه أحد، وقد أوصى القرآن الكريم والرسول بالمرأة، فالمرأة المصرية تلعب دورا هاما ويشهد العالم كله بدورها ومشاركتها في جميع المحافل المحلية والدولية. دور للمرأة المصرية يدعمه دائما المجلس القومي للمرأة الذي يبرز دورها ويدافع عن حقوقها ويرفض أي إساءة أو إهانة موجهة إليها، مؤكدا أن سيدات مصر لهن كل التقدير والاحترام على الدور الذي يقمن به في المجتمع من تربية وتنشئة أجيال نافعة وصالحة، إلى جانب أن أكثر من نصف سيدات مصر معيلات لأسرهن ومسؤولات مسؤولية كاملة على تلبية احتياجات بيوتهن وتربية أبنائهن في مواجهة جميع جوانب الحياة ومتطلباتها من تعليم وصحة وغيرها، مشيرا إلى أن أي إهانة للمرأة المصرية يعد إهانة للدولة المصرية. وعلى الرغم من نجاح المرأة المصرية في تكسير عدد كبير من القيود التي كانت تعيق تقدمها ونجاحها اجتماعيا وسياسيا، ورغم الصورة التي ظهرت بها في الاستحقاقات الانتخابية، فلا تزال المنظمات المعنية بحقوق المرأة تشكو من التهميش المجتمعي لحقوق النساء في مصر. وأرجعت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن الفكر الذكوري يمثل أحد أبرز التحديات التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب القيادية، والقليلون فقط الذين يعتقدون أنها سوف تنجح في أي منصب. هو مش تحيز للمرأة، لكن بشهادة الكل، بشهادة أي مواطن مصري راجل ولا ست، عارف أن الست المصرية ست جدعة بجد، بتشيل بيتها وولادها وبلدها وبتخاف على مستقبل عيالها اللي هو مستقبل البلد ككل. مع كل أزمة وكل استحقاق بتلاقيها حاضرة وبقوة، زي ما شفناها في الميادين وشفناها قدام اللجان وشفناها النهاردة وهي شايلة يعني عبء بيتها والوضع الاقتصادي الصعب والقرارات اللي حصلت طبعا، واللي الست أولا وأخيرا هي وزيرة المالية، هي اللي بتدبر من قوتها ومن الفلوس اللي يعني اللي بتاخدها من جوزها، أو حتى في أوقات كتيرة بيكون جوزها ما بيشتغلش أو حتى هي بدون عائل وهي اللي بتشيل ولادها. علشان كده
احنا محتاجين انه الدولة المصرية تكون باصة بجد على المرأة. شفنا كلام الرئيس في أكتر من مناسبة وإشادته بدور المرأة وتقديره ليها ودعوة كل الجهات المسؤولة انها تقدر المرأة المصرية وتجيب لها حقها. حقها انها تكون امنة على نفسها وعلى اولادها وعلى مستقبلها. حقها انها ما تواجهش ابدا بعنف ولا بتمييز لمجرد انها امرأة. ما نشوفش العنف اللفظي والجسدي والإهانة والفكر الرجعي اللي بيحطها في إطار أضيق من اللي تستحقه. التاه المربوطة حملة رائعة الحقيقة. الكلام اللي احنا بنسمعه في هذا الإعلان أو التنويه اللي بيحصل من وقت للتاني وكمان كسر كل الحواجز وكل القيود والإكليشيهات أو العبارات المحفوظة اللي بتحاول إنها تحصر المرأة وتأيدها على الرغم إنك لو اهتميت بالمرأة هتنهض بالمجتمع ككل. مش هنطول في الكلام، لكن اليوم العالمي لمناهضة أو مكافحة العنف ضد المرأة واللي هيمتد الاحتفال بيه مفترض بعد يومين هيمتد لغاية يوم 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان باعتبار أن العنف ضد المرأة بينتقص من حقوق الإنسان بشكل عام. هنفهم دور المجلس القومي للمرأة اللي هو طبعا من اسمه معني بشكل أصيل بالملف ده، إزاي نشوف اهتمام واجب بالمرأة المصرية، نشوف تشريعات محتاجينها علشان تدي للمرأة حقها أو تحمي المرأة المصرية وبالتالي تحمي المجتمع كله. علشان اللي بيقولك هو المرأة طب فين الرجل، انت لو صنت حق المرأة بتصون الأسرة وبتصون المجتمع. برحب بدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة اللي مشرفانا النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك والته المربوطة معانا في اللقطة. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا فندم. تكلمينا الأول كده عن التاه المربوطة والحملة وشايفة وضع المرأة إيه النهاردة؟ الحملة اللي بيقوم بها المجلس القومي للمرأة أعتقد النهاردة أقدر أقول لك أنها تعتبر من أكبر الحملات اللي اتحرك فيها المجلس، وصل لأكثر من 25 مليون متابع ومشاهد سواء على محطات التلفزيون أو في السوشيال ميديا، فزي ما بنقول اتجهت فايرل يعني. الفكرة بتاعت الحملة عادة حملات يعني مساندة المرأة بتبقى يعني مستضعفة أو الغلبانة اللي لازم تقويها، لا الحملة دي مختلفة لأن بتقول للمرأة أنت كونك امرأة هو ده سر قوتك. المغزى منها أن فكري أن أنت كأنثى كامرأة عندك المقدرة وعندك القوة، هتبقي ناجحة، هتبقي متمكنة، هتبقي منتجة، كل الصفات اللي ممكن تخليكي قوية موجودة فيكي، فما تفكريش دايما ان انت الجزء الأضعف او الجزء المهمش او الجزء المتروك. الحملة لقت اقبال كبير عند كافة الأعمار ونزلت لغاية المدارس ونزلت لغاية في الجامعات وفي الأحياء الشعبية. بصراحة لقينا ان الستات عايزة تحس ان هي قوية، هي حتى احساسها ان هي ضعيفه ده مش احساس مريحها يعني، وحتى البنات الصغيرين. فالمسانده جت من كافه الجهات، وبشكرك وبشكر البرنامج بتاعك كمان على تبني هذه الفكره. احنا مش محتاجين الاعلام، عايزين نغير وجهه نظر المجتمع. الاعلام هو الجهه المنوطه، الرسائل الاعلاميه والحملات الاعلاميه هي التشانلز او القنوات اللي ممكن تغير فكر المجتمع الذكوري زي ما ذكرتي حضرتك. الست المصريه قويه باصلها يعني هي من جواها بتمتلك كل مقومات القوه، واللي حواليها هو اللي بيحاول انه يعني يحط فيها الضعف او يقهرها، ولا الست هي اللي عندها الاحساس ده من جواها انه مش هقدر مش هعرف اللي حواليا مش هيدوني الفرصه. بصي انت لازم نشوف السيده المصريه في الاوقات الصعبه زي ما حضرتك ذكرتي، احنا دلوقتي في حاله اقتصاديه يعني فيها بعض المعوقات. لو تنزلي في الاحياء احنا عملتوا حمله طرق الابواب، عملنا حمله طرق الابواب، عملتوا شعار اللي هو ساندي بلدك بكره الخير جاي، بكره الخير لازم جاي. السيدات السيده في المحافظات وفي الكفور والنجوع تعرف يعني ايه تحركات اقتصاديه، تعرف ان الازمه اللي احنا بنعدي بيها او المرحله دي هي اقتصاديه من الطراز الاول اصلا، هي هتفرق معاها ايه دلوقتي غير غلو الاسعار؟ فاهمين كويس قوي ان غلو الاسعار في المحافظات بتاعتهم في القريه في النجعه هي البقال اللي موجود هو اللي بيلعب في الاسعار، ممكن السعر يبقى اقل، هو اللي بيتحكم في السكر، هو فاهمين واعيين جدا. عارفين ان هم لو اتحدوا مع بعض ما اشتروش المنتج ده النهارده البقال ده مش هيبيع فينزل بالسعر، وعيهم
قوي، بس احنا كمان لما كل ما تلاقي السيدات مسنده قوي للبلد في هذه المرحله ومسنده للمرحله الاقتصاديه الحاليه، لازم نساعدهم بقى بسرعه نحل مشاكل تانية. يعني نحل مشاكل، لو في مشاكل صحيه نحط اطباء وطبيبات في الوحدات الصحيه. بصراحه بشكر بشده وزير الصحه لانه نزل في اكثر من مكان، يعني او اخرهم كانت محافظه اسوان، نزلنا في نصر النوبه ونزلنا في كومومبو لحمله. او في معايير في اختيار الاماكن اللي بتروحوها؟ احنا هنلف كل المحافظات، احنا غطينا 18 محافظه، 18,000 منزل، زيارة منزلية. الزيارة المنزلية بتبقى المنزل والمنازل اللي حواليه بيقعدوا كده زي في الضوء في الساحة، بيتجمعوا مع بعض، بيتجمعوا مع بعض. 140 قرية والنجوع التابعة لها، تقريبا بننزل 25 شخص في الحملة الواحدة. خلي بال حضرتك ان احنا كل معظم الناس متطوعين غير الأمانة العامة، عشان تغطوا كل مصر زي ما بتقولي كده وكل البيوت دي، فده مش بس على قد المجلس. لا يا فندم، واللي عاملين فيه عندنا 27 فرع، كل فرع فيه اكثر من 25 متطوع. عندنا شباب متطوعين بينزلوا معانا على الارض، والشباب المتطوعين دول قيادات طبيعيه كمان. يعني القياده اللي نازله ديت شاب عندها 21 22 23 سنه، عندها زمايلها حماس لسه، عندها حماس. فاحنا بنستخدم او بنتعامل مع المتطوعين، وده الجيش الحيوي اللي نازل على الارض بصراحه، لان عملهم وتطوعهم وقربهم من السيدة ومعرفة المشكلة بتاعتها ونتواصل مع الوزير. بصي، قبل ما نكمل الحملة خليني، إن ده كان محل انتقاد للمجلس إنه مجلس هوانم قاعدين في كده في المكاتب وتمام، لكن منفصلين عن الست الشقيانة اللي مش عارفين نوصل لها. هل الفكر ده بتحاولي تغيريه؟ الحملة دي بوجود ناس معاكي متطوعة قادرة إنها تشتغل، فبالتالي بقى في احتكاك، ما بقاش قاعدين في المكتب بس. بصي، انا اعتقد ان كلمه مجلس هوانم كان ظلم شويه للمجلس في الفترات السابقه. ليه؟ لان المجلس طول عمره عنده 27 فرع. يعني الفروع ديت موجوده، احنا طورنا بس الفكر في التواصل مع الناس. نزلنا احنا عايزين نعرف السيده في منزلها في بيتها الصغير محتاجه ايه، ومحتاجه ايه ونقدر نساعدها بسرعه في الحلول دي. فنزولنا يمكن في الشارع اكتر في المرحله ديت، يعني النزول تبقوا عارفين او يعني هم محتاجين اولوياتهم ايه، بيفكروا ازاي، لان برضو اللي بيفكر وهو مرتاح يعني طبعاً. غير الست اللي شايله الموضوع كله. طبعا طبعا، اولوياتها زي اولويات اي سيده مصريه. بس انت عندك مثلا مشكله صرف صحي، فاحنا بنقول ان الاماكن ديت فيها مشكله صرف صحي، او في غلاء، في حد بيستغل السيدات ديت في المكان الفلاني، او محتاجين منافذ بيع اكثر، او عندهم ما فيش بطاقات رقم قومي، فبالتالي مش قادرين ياخدوا معاشات او يتواصلوا مع تكافل وكرامه، فنستخرج لهم بطايق رقم قومي. يعني عارفه، هي بتحاولي تقدمي الخدمه على الارض، مش بس المجلس اللي بيقدمها، منظومة الدولة كلها، وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، الوزارات المختلفة، وزارة كل الوزارات اللي بنطلب منها خدمة بصراحة بتنفذها في المناطق اللي احنا بننزل فيها. طيب، ارجع تاني للحملة وآلية الشغل فيها، ولما تواصلتوا مع الستات بقى وشرحت لهم وضع البلد الاقتصادي والقرارات دي اتخذت ليه ومطلوب منهم ايه، يعني هل الكلام ده كان في صورة محاضرات نقاشات كده يعني على الطبيعة بالكلام البسيط، وهم قالوا لكم ايه برضه؟ عشان بناخد الكلام ده يعني بيبقى كلام فيه الخلاصة على الأرض. الناس بتقعد على الأرض في بيتها، احنا بنخش بنشرب منها معاها الشاي، بنقعد معاها على الأرض، يعني المتطوعين بيقعدوا معاها على الأرض. هي عارفة ان في مشكلة اقتصادية، واعية كويس قوي. ارتفاع الأسعار ده فاهماه وعارفاه، وحاسة ان هو هيبقى في مرحلة وينتهي. طيب، ومستحملة وهتستحمل عشان عارفة ان في هدف اسمى جاي لها، في خير جاي بعد الفترة دي. بس لازم برضو زي ما بقول لحضرتك ان احنا كمان نلاقي لها حلول لحاجة. يعني انت محتاجة معاش تكافل وكرامة، نوصلك بمعاش تكافل وكرامة. عندك مشكلة في المدارس، نحل المشكلة في المدارس، فتبقى حاسة ان الدولة قريبة منها في حل المشاكل. هي دي المنظومة، هي طالما قادرة ما نجيش عليها، هي قادرة وبتساند الدولة، فيجب زي ما سيادة الرئيس بيقول هي أيقونة العمل الاجتماعي، هي أيقونة العمل الوطني. طيب، الأيقونة ديت لازم نحافظ عليها ولازم نقدم لها الخدمة على قد ما نقدر في أحسن وقت. بتقدري توصلي بقى للوزارات والجهات المعنية توصلي الكلام ده كله وتحليه؟
بصراحة كل اللي تواصلنا معاهم يعني بينزلوا معانا على الأرض وبيحاولوا يحلوا المشاكل. بنتواصل مع الوزراء، يعني أنا بتواصل مع الوزراء شخصيا، مع وزيرة التضامن الاجتماعي في يعني كافة سبل التعاون، مع وزير الصحة، يعني هم دول الوزارتين الأكثر تعامل معانا في هذه المرحلة، لأن هم خدمات عايزينها الناس على الأرض. بصفة الأم هتبقى قلقانة على إيه؟ على علبة اللبن لابنها أو التطعيم لابنها أو الدواء، وعايزة المعاش أو عايزة المكان اللي تقدر تاخد منه دخل أو مشروع صغير تعمله. فهي دي الحاجات اللي السيدات. طب والأمهات اللي كانوا قلقانين على أولادهم وما زالوا، اللي هم المحبوسين واللجنة اللي تشكلت العفو عن الشباب، كان ليكم أي دور؟ جالكم شكاوى خدتوها للجنة؟ لا، احنا كمجلس قومي للمرأة ما كانش عندنا دور غير يعني الأستاذة الصحفية نشوى الحوفي كانت موجودة في هي عضو المجلس القومي للمرأة المعين من سيادة الرئيس، فكانت يعني احنا بحسها ان هي كانت ممثلة اكتر للأم في هذه اللجنة. تمام. طيب هنطلع الفاصل دلوقتي، وبعد الفاصل بقى نسأل نقدر ويجي لنا عين نحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هنا في مصر ولا لا، بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية، بجدد تحياتي للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة اللي مشرفانا النهاردة، والاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. احنا هنا في مصر ممكن نقول ان احنا ينفع نحتفل ولا بنعمل ايه؟ بصي يا استاذه لبنى، هو مفيش احتفال على مستوى العالم. هو فكره ال 16 يوم للعنف، يعني للتوعيه بالعنف ضد المراه، فهي فكر مظاهر احتفاليه، ولكن انها ليست احتفال خالص على مستوى العالم كله. فاحنا ظاهره عالميه. احنا بنفكر الناس ان دي القضيه موجوده، في مشكله على الارض، لازم في تدخل تشريعي يحصل، لازم يكون في توعيه، لازم يكون في مساندة من المجتمع، لازم يكون في حراك شعبي ان نرفض هذا المبدأ او هذا المنحنى. فهو ده اللي بيحصل على مستوى العالم. فالاحتفاليات بتبدأ من يوم 25 لغاية يوم 10 ديسمبر اللي هو الاحتفال بحقوق الإنسان. في النص كمان في 3 ديسمبر هو اليوم العالمي للإعاقة. فهتلاقي ان في اكثر من يعني خطوة، أو كلها في نفس الاتجاه، كلها في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه. فإحنا الفكرة تذكيرية أكتر، توعية أكتر منه يكون احتفال. طيب المجلس بقى بيعمل إيه إحنا في الموضوع ده بالذات؟ إحنا في المرحلة دي 16 يوم عندنا بيبدأوا يوم الجمعة إن شاء الله، في مسابقة بدئنها من فترة هيعلن عنها، أعمال فنية، عرض فني تشكيلي، رسومات مع أكاديمية الفنون. بنشترك مع 7 جامعات كمان، القاهرة وعين شمس وأسيوط وبني سويف والجامعة البريطانية والمينيا، على توعية للطلبة. فعندنا المرحلة دي 7 جامعات داخلين في النشاط كمان، لأن التوعية في الجامعة مهم جدا. في بعض الجامعات منهم أنشأوا وحدات لحماية الطالبات من التحرش، أو التوعية بالتحرش داخل الجامعة، وكون أن يبقى المجتمع الجامعي مجتمع آمن. عندنا أكشاك هتنزل في الجامعات ديت للتوعية، ويبقى كل الأنشطة دي قايم عليها طلبة متطوعين من داخل الجامعات وبمساندة الفنية من المجلس القومي للمرأة. طب بصي يا دكتور، قبل ما نكمل فعاليات الأيام دي كلها، هم محورين احنا محتاجين يعني نتكلم فيهم بصراحة. انه في حاجة اسمها ان انا اغير ثقافة المجتمع، وغير الندوات والحاجات النظرية، ان انا احتك بالاشخاص دول على الارض، وانه اللي بيضرب بنته ولا بيضرب مراته لا مستني ندوة ولا عايز حد يكلمه ولا هيقنعه، هو اللي في دماغه في دماغه. اللي بيحرم بنته من الميراث في الصعيد علشان العادات والتقاليد، ده هو ده، مفيش حاجة هتتغير إلا، وده المحور التاني، التشريعات اللي بتنظم ده، القانون اللي يجبر ويلزم إن أي شخص يعمل أي عنف ضد المرأة يعاقب والكلام ده يفعل. صحيح، حضرتك لمستي نقطة مهمة جدا، وهي جزء من
التوعية أو الحملة اللي احنا بنشتغل عليها في المرحلة دي. احنا هيبقى عند في قانون أعده المجلس القومي للمرأة في إطار في هذه المرحلة في إطار الحوار المجتمعي القانون متعلق بيه القانون للقضاء على العنف ضد المرأة بيعرف يعني ايه عنف ضد المرأة طبقا للمادة او للمادة 11 واللي بتنص بند من بنودها على ان تكفل الدولة حماية المرأة من كل اشكال العنف ضدها. فتعريف العنف ضد المرأة ده بيشمل كل حمل في حد ذاته مهم، يعني ايه هو الاغتصاب، ايه هو هتك العرض، الاخلال الجسيم بحياء المرأة، التحرش الجنسي، الاستغلال الجنسي، والحرمان من الميراث. المجموعة دي أو المصطلحات الجديدة دي هو اللي بيتطرق ليها القانون. والقانون هيناقش في كل محافظات مصر في حوار مجتمعي. احنا كمان عايزين نعرف رد فعل المفردات دي والتشريعات اللي هتنزل أو العقوبات اللي احنا بنقترحها في هذه المرحلة على مستوى محافظات مصر كلها. ففي يوم واحد هيبقى كل محافظات مصر بتناقش القانون أو مسودة القانون للقضاء على العنف ضد المرأة. ده إمتى يعني؟ هيبقى يوم 30 نوفمبر. هيبقى كل محافظات مصر بتشتغل على نفس الفكرة. ليه بنعمل كل المحافظات؟ عشان عايزين الإعلام يركز معانا في القضية دي. طب قولي لي يا دكتور، هو مش المفترض إحنا عملنا قانون وغلظنا العقوبة بتاعت موضوع الختان وبتاعت التحرش والكلام ده كله، وعلى رغم كده إحنا لا عارفين نمنع ولا عارفين نطبق؟ هقول لحضرتك على حاجة، تغليظ العقوبة مرحلة، يعني قانون الختان ده على فكرة يعني خطوة مهمة جدا. هنطبق، هيطبق شوية شوية. انت لازم عشان تعملي قانون لازم توعي بالقانون، لازم تعملي نفاذ قانون على الأرض. التوعية مهمة، محتاجين حملات تطلع تقول ان على فكرة ان في قانون، ان كل من يصطحب أنثى، المهم مش بس إجراء عملية الختان، ان كمان اللي هيصطحب أنثى مش كده بتجرمي الأب والأم لو هم أي حد اللي هيصطحب أنثى طفلة للختان هيعاقب. فأنت مفروض إن يعني نتمنى من كل المحافل والبرامج الإعلامية والتوك شوز، حضرتك بتقول نغير يعني وجهة نظر الناس أو التغيير الفكر المجتمعي، مش بس احنا، مش بس بالقانون هيتغير لو احنا ما اتكلمناش عن انا اوعي الأب والأم ان ده ضد مصلحة بنتك. ده نقطة جربنا، وبعدين انت بتنتهكي بتختالي الطفله اللي هي ما عندهاش اي حق في القرار في هذه المرحله. طيب نعاقب اللي هيصطحب أنثى بحق الولايه، الاب والام ليهم ولايه على اولادهم. دلوقتي عشان كده الماده اللي بتقول ان كل من يصطحب انثى هيعرض للعقاب. القانون ده موجود، التحرش قانون تغليظه موجود كمان، ولكن برضو التوعيه في ونفاذ القانون. دلوقتي بقى اللي حلو ايه؟ ان البنات ما بقتش تسكت. في تغيير دلوقتي جامد، البنت حاسه ان في قانون بيسندها فما بقتش تسكت على الموضوع ده، بتروح وبتقدم بتدخل الاسم وتقدم وتعمل محضر وبتتحرك. قالت لك لا انا دلوقتي طالما في قانون يبقى ممكن المجتمع بيساندني. في تحرك وزاره الداخليه، لا بس المجتمع يعني البنت اللي بتتعرض لتحرش في الشارع بتسمع اللي يقول لها اسكتي وروحي، يعني ما تعمليش نفسك دوشه، هتروحي الاسم يعني السمعه والكلام ده كله. فحته الثقافه المجتمعيه برضو دي عائق لسه وما زال، بس وجود تشريع بيديها قوه. هتروح بتروح الاسم، بتشتكي، بتقول لك المنطقه ديت فيها تحرش، بتتابعي معاها. لا هم احنا لازم هتسندي الست بايه؟ يعني لو هي ما عندهاش قانون يحميها يعني الف ب يبقى عندها قانون يحميها، اضعف الايمان. صح. فتعملي نعمل ايه؟ تعمل القانون، قانون التحرش موجود. البنات دلوقتي السن يعني البنات بقت يعني قوي، هيحصل فيها كده هتروح تعمل محضر. مره على الثانيه هتلاقي الموضوع يقل، بالنادي ان يبقى فيه كاميرات في الشوارع، كاميرات تامين. على فكره وجود الكاميرا في الشارع مش بس عشان التحرش، وجود الكاميرات في الشارع تامين، اتسرقت عربيه بتبقي عارفه ايه اللي بيحصل قدام، بقت قدام بنوك، قدام يعني منشات بعينها. ولكن المفروض نتسع في هذا يعني المجال، لانه هيبقى هو الدليل على التحرش. فاحنا بنساند بنناشد البنات ان هي لما يحصل فيها تحرش في الشارع لا تقف، حتى لو واحد اتنين تلاته هيقول لها امشي ولا روحي، لا تحاول. بيحاولوا على فكره وبيقدموا محاضر. فاحنا بدايه لازم الاعلانات برضو اللي شغاله في الموضوع ده في التلفزيون مهمه حضرتك، لازم يعني
يعني انت عايزه تغيري ثقافه المجتمع قبل كمان البنت ان والولد. الحل بس هو والولد. البنت والولد حضرتك قلتي ان الثقافه البنات مش بس الولد كمان عايز يبقى فاهم ان البنت ليها هو ليه حريته في الفضاء بتاعه وهي ليها حريته ما ينفعش يعني ما ينفعش تهينها ما ينفعش تعاكسها في الشارع اتفكر بس مره واثنين وثلاثه لو اختك اللي ماشيه في الشارع ديت او خطيبتك او مراتك هيبقى انت شعورك ايه لو حد تاني تعدى على حريتها او طلع عدى على الفضاء الخاص احنا كده عايزين نجمع كل مظاهر العنف ضد المراه في قانون واحد, بالظبط كده يعني يفرق في ايه ان يبقى المظله جامعه بالشكل ده وان يكون في يعني كذا قانون هنا التحرش هنا الاغتصاب هنا يعني يفرق إيه؟ اولا في مواد جديده في القانون يعني دي رؤيتكم مشروعكم انتوا شغالين المشروع عليه مشروع احنا اللي شغالين عليه طبعا زي ما بقول لحضرتك هيتعرض لحوار مجتمعي كبير ولكن التعريفات اللي موجوده في القانون ما كانش فيه اساسا في القانون تعريف للعنف ضد المراه فانت لما تقولي ان حرمان من الميراث يعتبر عنف ضد المراه ده مهم جدا اما تقولي ان بتختصي بحقها بتختصي بحقها الاقتصادي لما نقول ان كمان استخدام صور او تهديد البنات بصور دي على فكره مشكله كبيره وكتير عشان من الصور تهديد بالظبط والمواقع واستخدام الانترنت ده كمان بيجرم في هذا القانون فاحنا بنحاول نشوف ايه اللي حاصل دلوقتي ده التشريع بتشوفي ايه المشاكل اللي حاصله في هذا طب وزواج الاطفال هنا كمان, يعني هنا كمان بينص على إكراه الأنثى على الزواج إكراه الأنثى على الزواج في طبعا في سن مبكر أو إكراه الأنثى على الزواج بصفة عامة خلي بالك لأن كمان في إتجار يعني ممكن تبقى بتتجوز أكثر من بطريقة فيها متاجرة فده يعتبر لو هي اشتكت او رفعت قضيه يعتبر اكراه على الزواج لا بس طفله ايه بيبقى الطفله حاجه 12 و14 سنه وبيتجوزوا ده زواج مبكر ايه؟ ده زواج مبكر لا بقول لحضرتك بقى لو في يعني حد عدى سن القانون 21 سنه واهلها بيجبروها على الزواج بشكل مش ما يرضيش فهي ترفع قضيه على اهلها يعني هي مش هيمشي لا بس يعني في احوال وتقاليد وأماكن بعينها البنت أو الست بتخاف إن هي يعني تقول لك أنا أهلي وهعمل فيهم وهسوي يعني أنا قصدي لازم يكون في حماية مجتمعية من المجتمع نفسه إنه لو حد بلغ إنه والله في أنت في بيحصل الواقعة الفلانية والكلام ده حضراتكم اللي تحركوا وترفعوا الدعوة القانونية حضرتك أثرتي نقطة مهمة جدا بس عايزة أقول لحضرتك على حاجة القانون القوانين ما بتتجهش للناس الأسوياء ولا للأسر السوية يعني أنت بتتجه للأسر اللي بتيجي على حق بناتها او بتيجي البنت بتبقى او فاهمه غلط أو على فكره يقول لك انا كده بحمي بنتي وبسطرها يعني ساعات بيبقى ده فاهمين كده انما في عندنا في الباب الرابع في القانون حمايه ضحايا وشهود العنف ضد المراه يعني كمان لو في شاهد او مبلغ ايوه في حمايه ليه لان لو الجار بلغ مثلا عن حاله فيها عنف او ممكن تتحركوا وتعملوا حاجه وتحموا البنت دي بس بالقانون لما يطلع القانون يطلع طبعا قانون. دلوقتي مالكوش صفه لو حد بلغ ما نقدرش نعمل بس حاجه بس الاليات يعني اللي هينص على القانون يعني نجد الطفل مثلا اللي في اواقع زي كده هو يقدر يتحرك عنده اليات ولا لازم قانون يعني يديلكوا الصلاحيه بده المجلس القومي للامومه والطفوله بخط نجد الطفل بيتحرك احنا عندنا المكتب الشكاوى المراه مع المحامين بنتحرك بس ده بنتحرك نساعد السيدة في رفع قضية أو بنساعد السيدة في وجود مكان أنا على طلبها مكان. لكن أنا مش هحط نفسي مكانك وأنا اللي بالظبط ده حماية شهود مهم جدا أن أنت لو هي مبلغة أو ضحية تبقي بتحميها لو يعني حد شاهد أو ضحية عنف تبقي عندك نوع من الحماية السرية بالظبط طب هو المشروع ده فهمت ان المجلس هو اللي شغال عليه النائبات في البرلمان احنا هنتواصل مع بس بعد ما نعمل وبس يا ريت انا اسفه انا غلطانه في السؤال مش النائبات بالزبط. النائبات والساده النواب شكرا لانه ده بيحمي المجتمع ككل مش عايز حته الصيغه النسائيه بس شكرا وتفهم. لان حضرتك برضو مهم جدا ان احنا هنتواصل مع البرلمان كله أيوه. لان على فكره برضو في رجال مساندين للمراه بشده في البرلمان مش بس السيدات واكيد عارفه دي في تفرقه عنصريه ضد المراه وبشده دلوقتي في البرلمان يعني بس خلينا كمان نديهم حقهم لان
احنا وقف معانا في زي ما وقف مع ضدنا في قانون الختان رجال وقف معانا وساند بشده رجال في قانون الختان. فاحنا عايزين نقول ان هنتوجه للبرلمان بصفه عامه رجال ونساء، ولكن في الاول في المرحله الاولى هنبقى في نواه كده من السيدات البرلمانيات اللي هم يعني محبذين لهذا الموضوع او خبراء في هذا الموضوع او هيتبنوا هذا الموضوع، بنتناقش معاهم بس بعد مرحله الحوار المجتمعي عشان نكون خدنا اراء اكبر عدد من الناس على الارض وكل المجتمع. وليه يا دكتور مايا التصريحات اللي بتطلع من رموز او من ناس يعني في الواجهه السياسيه والاعلاميه والكلام ده كله ونواب ويسيئوا لقضايا المراه ويتاخد عنهم ويتنقل عنهم؟ انتوا اتحركتوا ضد احد النواب مؤخرا، بس الكلام ده لاي مدى يعني هقول لك ايه بيضعف من الشغل اللي بتعملوه؟ ويعني احنا المفروض يعني تتعاونوا مع الشخصيات والرموز دي علشان يعني يقووكوا او يكونوا ظهير ليكم في معركتكم. لما يكون ده الفكر بقى الموجود ما بين الرموز دي بتقدريها ازاي؟ اعتقد اخطر حاجه لما يكون يعني رمز في موقع اتخاذ قرار، ايوه، او موقع المفروض بيشرع لي فبيشرع لي هو اللي بيحميني. اعتقد بتبقى صدمة. يعني احنا بالنسبة لنا مش بيبقى بيهدر شغلنا، هو بيهدر صورته هو اولا في المجتمع. يعني خلينا نتكلم بصراحة، هو لما هيخرج على المجتمع بتصريح الرجال بترفضه والنساء بترفضه، اعتقد هو بيهدر صورته هو. احنا اتحركنا في اخر موقف في بلاغ للنائب العام، طلبنا أن يتحرك البرلمان ويتخذ ما يراه في شؤونه، بنتابع مع النائب العام ولسه ما حصلش حاجة، لسه مش مستنيين البرلمان يقول لنا هيحصل ايه، بس احنا اتحركنا مع النائب العام. متوقع يحصل أي حاجة؟ نتمنى. لأنه بصراحة هو ما حصلش ده يديلك دلالة أو إن في آخرين تبنوا الفكر ده أو أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو برضه مش هيدينا أنا دلالة، هيدي للمجتمع المصري دلالة. إذا كنا حقيقي هنحمي حقوق المرأة، هنحمي صورة المرأة، هنحمي حق المرأة في تقديرها واحترامها ولا لا؟ خليني من النقطة دي نتكلم في حاجة، إنه إذا كان أشخاص بعينهم بالفكر ده تم انتخابهم ووصلوا المواقع المسؤولية والتشريع، يبقى احنا في أزمة. يبقى لازم الأفكار دي يتم فتحها أو الناس تبقى عارفة هي بتختار الشخص ده بناء على أي أساس. احنا دلوقتي داخلين على انتخابات المحليات، ودي فرصة بقى أن يكون عندنا كوادر وصفوف تانية تتولى المسؤولية وتبقى هي يعني اللي شغالة ومحتكة بمشاكل المواطنين بشكل كبير. تقدروا تعملوا إيه في الموضوع ده؟ تهيئوا الشارع إزاي للاختيار الصح؟ احنا شغالين على جزئين، على على المرشحات، فبنعمل حملات توعية للمرشحة نفسها وتدريب. أصلاً فرصة برضو كبيرة للمرأة والشباب في الانتخابات يفقاً للدستور. 25% من المجالس المحلية هتبقى للمرأة وفي 25% للشباب. أملنا ما يتحطوا شباب ومرأة مع بعض. لا احنا ما ينفعش يعني بس ناخد كمان شوية من الشباب، فوصلنا ل 30%، نتمنى أكتر، 30% في المجالس المحلية هتبقى مصر عدت أول عتبة دولية في تمثيل المرأة في المجالس المحلية والبرلمان. دي هتبقى يعني خطوة إيجابية جدا. احنا فعشان كده احنا شغالين على تدريب وتوعية السيدات اللي هينزلوا انتخابات محلية، وفي نفس الوقت هننزل اللي هينتخب بقى هننزل في مرحلة تانية كمان، يعني يمكن على شهر ديسمبر ويناير، على حملات طرق أبواب علشان نوعي الناخبة كمان إزاي تنقي مرشحها. فالمقدرة والقوة موجودة يعني تسأله شايف الست إزاي؟ مش هي يعني كمان هتنزل فكرك إيه؟ هي هتنزل كمان تنتخب ست ولا لأ؟ يعني هي في الآخر إن عندنا إشكال الست ما بتنتخبش ست زيها، يعني مش ولو إن انتخابات البرلمان فرقت كتير، إحنا عندنا تقريباً 20 سيدة في البرلمان فردي، وده حدث كبير جدا يعني. فاعتقد ان في تغيير على الارض. اللي احنا بنسمعه كمان من الجلسات مع السيدات انهم عايزين ينتخبوا سيدات، ورؤيه بقى المحليات مختلفه عن البرلمان. هي حاسه ان الست جارتها اللي هتنزل انتخابات محليه
هي الست اللي هتحل لها مشكلتها، هتخبط عليها في اي وقت الباب. بالظبط بالظبط، هتخش لها، هتدخل لها، هتتكلم معاها، هتعرف مشاكلها. فالمحليات مختلفه شويه عن انتخابات البرلمان، واحنا بنشتغل على الناخبه يعني المرشحه المنتخب. طيب اخيرا، علشان كان لك كلمه مهمه يعني في مؤتمر الشباب، لما يقول لك ان بنقيم المراه ودور المراه وعملت المراه ايه في الحياه السياسيه وعملت المراه ايه في الحياه عموما، مين اللي ليه حق في تقييم المراه؟ مش قلتي الراجل انت بتقيمنا على اي اساس؟ ما احنا نقيمك احنا كمان. انا دايما بيجوا المؤتمرات بتيجي علينا احنا، انا اللي انا قلته ان احنا اشمعنا بنقيم البرلمانيات في البرلمان يعني، او المراه في الدور السياسي او الوزيره، ما احنا بنقيم العمل البرلماني او بنقيم السيدات والرجال في البرلمان. احنا تجربه المراه في البرلمان تجربه لسه يعني بالعدد ده تعتبر يعني اول مره، لازم نديهم وقتهم ولازم نساعدهم ولازم يعني في مرحله كده من الاحتضان، هم اقوياء صدقيني، عندهم مقدره وقوه كبيره جدا. فانا ساعتها تاثرت تقييم دور المراه البرلمانيه. طب ليش معنى دور المراه البرلمانيه؟ طب بالمناسبه المراه وزيره، ليه المراه مش محافظ لغايه دلوقتي؟ نتمنى ان تبقى المراه محافظ. احنا يعني حاليا بنجمع بعض الاسماء وبنطرحها، احنا مهم قوي احنا في المرحله دي كمان استاذه لبنى ان احنا دايما نظهر الرول مودلز او السيدات الكفؤات اللي بتقدر تاخد مواقع، واحنا صراحه احنا شغالين على ده في المجلس يعني، بنحاول نظهر اكبر عدد من السيدات في المحافل، وفي كثير من السيدات تقدر تاخد مواقع اتخاذ قرار ومحافظات يعني. انا بتمنى يدونا حتى محافظه او محافظتين صغيرين نجرب فيهم، وانا متاكده ان هو هينجح. محافظات عايزه نجرب فيهم؟ لا هسالك، هيجربوا فينا؟ لا لا، نثبت ان التجربه ناجحه، لان احنا هتدخل المراه وزيره. لما يتقال لحضرتك ايه، اصل احنا مشفقين على المراه انها تحتك بالشارع وبالناس والمطالب والمحافظه شغل تقيل والكلام ده، فمن باب الاشفاق بلاش. لا يا فندم، المراه محتكه يعني في نظره عطوف كده. لا المراه محتكه بالمجتمع، المراه وصلت لنائب محافظ. صح. وبصراحه النواب المحافظين اللي موجودين، نائبات المحافظين الموجودين بيعملوا عمل اكثر من رائع. فوقفت ليه على نائب المحافظ؟ هي نازله في الشارع برضه، ما فيش اشفاق ليه عند نائب المحافظ؟ اعتقد ان هي المساعد حضرتك اسالي. من باب الاشفاق، طب ما نشيل عليها الوقف في الطابور وشيل الانبوبه وشيل العيال وشيل مسؤوليه البيت وكل اللي هي بتعمله هي شايلاه. لا، المراه المصريه قادره تبقى محافظ ومحافظه وتبقى تشتغل على في كل المواقع وتنجح، والفرصه موجوده ونقدر ناخدها. طيب ربنا يوفق. ودردش مع حضرتك اثناء الفاصل انه المجلس على الرغم انه كان دايما محل انتقاد زي ما قلت شويه كده، مجلس الهوانم، فاحنا محتاجين اليات، صلاحيات، شغل اقوى، ان في اللي يدعم، وفي فرصه ذهبيه دلوقتي ان الدوله اعلى قياده، راس القياده نفسها دايما بيشيد بدور المراه، فبالتالي يعني ننتهز الفرصه دي ونشتغل في المساله دي بشكل كبير. ده اعتقد هي فرصه ذهبيه، احنا بنسميه عصر ذهبي في هذه المرحله، لان المجلس يتبع مباشره سياده الرئيس، المسانده غير يعني غير مسبوقه، المسانده في اطلاق عام المراه عام 2017 يبقى عام المراه كله، واعتقد ان ده هيبقى في ذخم للعمل على ملف المراه من كل القطاعات. نتمنى مسانده من كل الوزارات. السيد الرئيس هيطلق العام باذن الله في الربع الاول من عام 2017، وتزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمراه واحتفال المراه المصريه، فهنشوف بقى هيبقى هو ده مرحله الاحتكاك بكل صحيح. الجهات، لان احنا عايزين نقول ان المراه المصريه تستحق التركيز عليها، هي المساند الاقوى والاكبر لبلدها، و هي اللي بتضحي، هي في كل الاوقات هي اللي بتضحي. فاعتقد عام للتركيز عليها مش كتير.
صحيح. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، شكرا على وجودك وتشريفك لينا، وأكيد هنرجع يكون لينا متابعة، وربنا يوفق يا رب في كل الشغل. ملف مهم وضخم الحقيقة، يعني أنتم تتمسوا مع كل الملفات ومع كل الوزارات ومع الشارع، دي أهم حاجة. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك يا فندم. أشكرك. أشكركم. بكرة يوم جديد في الحياة اليوم، بكرة هيكون موجود مع حضراتكم زميلي العزيز تامر أمين، وأنا أرجع وأشوفكم بإذن الله على كل خير يوم السبت الجاي. إلى اللقاء.